بعد أسبوع على الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة درنا جراء العاصفة دانيال التي ضربت سواحل شرق ليبيا، تستمر جهود البحث والإنقاذ وانتشال جثث الضحايا بمشاركة العديد من الفرق الأجنبية المتخصصة. العاصفة دانيال التي كانت مصحوبة بأمطار غزيرة تسببت بانهيار سدين في مدينة درنا، ما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر المدينة. ووسط الدمار الهائل الذي عم المدينة، تنتشل فرق الإنقاذ المزيد من الجثث يوميا من تحت أنقاض الأحياء المدمرة أو من البحر. تشيل أنت ليبي مقسم قدامك تبكي، ما تقدرش، لكن الله غالب، تبي تتحمل وتشيل. وفي وقت أشارت فيه الأمم المتحدة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 11300 قتيل، بالإضافة إلى نحو 110,000 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين، أعلنت السلطات الليبية تسجيل أرقام أقل من ذلك. وتسببت الكارثة بتدمير 891 مبنى بشكل كامل، كما تسببت في نزوح 40,000 شخص في شمال شرق ليبيا. وفق ما أوردته المنظمة الدولية للهجرة التي حذرت من أن العدد يرجح أن يكون أعلى بالنظر إلى صعوبة الوصول للمناطق الأكثر تضررا، وفي خضم تلك التطورات تتعالى الأصوات والمناشدات بضرورة تسريع جهود الدعم الدولي للمنكوبين.